هو حزب سبعة يعلن نفسه بعد سلسلة من الإعلانات والرسائل المبهمة لجذب الناس ووسائل الإعلام. عند 6:30 كان موعد الإعلان في مكتبهم. خليط من وجوه جديدة ووجوه مألوفة حفظت في الحراك المدني. كهرباء ومي مقطوعة من عجقة سير وتلوث. نحن مواطنين عم نعاني من نظام سياسي ما عاد يقدر يقدم حلول لأبسط مشاكلنا، وطريقته الوحيدة بالتعاطي مع الملفات الحياتية والسياسية هي بالمحاصصة وبالفساد. حزب جديد يطرح نفسه بديلاً من الأحزاب التقليدية وحزباً إنقاذياً للبنان، شكل جديد من أشكال المعارضة التي يشهدها لبنان منذ سنوات في وجه السلطة الحاكمة ومفهوم الزعامة. هيدي هي سبعة مبادرة وطنية من المواطن للمواطن، لكل أم وبي بيوعوا كل يوم على فكرة الهجرة بدنا نقول لهم نحن صوتكم، لكل رجال ومرأة قضوا عمرهم خيبات أمل من السياسيين نحن بدنا نكون صوتكم. ليه موقف؟ لأنه هيدا لون الموقف بالعادة. لا هيدا آخر لون موجود، ما تركوا لنا لون غيره بقى، ما فينا نعمله مارون يعني. ما بتفوت بمعركة ضعيف. من هم تحديدا؟ جزء من سبعة هي لها علاقة كانوا ناشطين أساسيين بالحراك المدني. كان دائما يسألون الناس أنه طيب وإذا سقط الحكم الموجود أو الأشخاص اللي نحن عم نحاربهم بطلوا موجودين، طيب شو البديل؟ ومن وقتها كان دائما عندنا خوف على الموضوع أنه كيف نقدر نشتغل أنه يصير في منصة من هذا النوع تقدر كل العالم تلتحق فيها وتأمن بديل معين نحن نقدر أكيد نطرحه في حال وصل لنتيجة أي تحرك بالشارع بالآخر. إذن لوسيان برجيلي أحد الناشطين في ترعة حتكون واحد منهم، ليس هو فحسب بل هناك ثقل أساسي لها في الحزب المؤسس حديثة. طرحنا بسيط، نحن جايين نقول ما في زعمة بقى، اليوم الدنيا عم تتطور، نحن عم نطرح شيء اسمه ديمقراطية تشاركية، يعني المواطن هو برأس الهرمية السياسية، ما بينعمل شيء بلين. قانون البحر والمحيطات دايما السمك الكبير حتاكل السمك الصغير لو قد ما تجمعوا، ما هي بتاكلهم كلهم مجموعة، يعني هل أنتوا أخطأتوا باللوجو؟ لحديث اليوم سمكات الصغار عم ينتخبوا حوت الكبير، نحن عم ندعي سمكات الصغار لمرة ينتخبوا سمكة صغيرة بتشبههم. أمام سبعة الذي يضم فئة شبابية بشكل أساسي تحد جاد يتمثل في إثبات سلوك واضح وشفاف يترجم أفعالا وطروحا فاعلة. يمنى فواز، قناة الجديد.